فضيلة الأستاذ فراس المنير، كنت في نقاش البارحة مع بعض الإخوة عن بعض المسائل القرآنية، فوجدت استنكارا لفكركم ولفكر الدكتور محمد شحرور من قبلكم، وذلك بحجة أن كيف للدين أن يبقى مزورا 14 قرنا ثم تظهر الحقيقة الآن فقط؟ كيف تمر القرون على علماء برعوا في عدة ميادين وأقاموا حضارة منقطعة النظير دون أن يستنبط أحدهم شيئا مما ظهر خطأه الآن؟ فما هو جواب فضيلتك مشكورا؟ هاي ملخصة أنه حاليا مواطن عربي بدولة عربية حكومتها غير منتخبة، ظالمين ومجرمين، يعني الحكام عندهم يعني رمضان ما بيجرؤ القاضي الشرعي يقول إمتى رمضان، ما بيجرؤ، غالبا بده إذن من رئيس الدولة، لأنه إذا رئيس الدولة حب يقول له مثلا أنه لا تعلن رمضان اليوم أعلنه بكرة، إجباري بده يعلنه بغير وقته، يعني تلاعب. طيب هلا نفترض انه واحد بده يحكي فتوى امن فيها بصدق واكتشف تفسير الحقيقي للقران بشيء معين بمساله معينه وحب يحكيها، بس هي بتخالف راي الحاكم، ما راح يضل عايش بعد ما يكتب هالكتاب تبعه هذا، ما راح يضل عايش 24 ساعه، بده يكون كتبه احترقت وانسحبت من السوق وصار هو تحت الارض وقطعوه هو عايش وانتهى هو واثره، فالجيل اللي بعده ما راح يسمع باسمه حتى لهالشخص وما راح يعرف شو كانت افكاره اصلا. فاذا كان بفتره قريبه من الزمن تباد افكار وتندثر، انت فكرك معناتها لما كانوا بالعصر الاموي ولا العصر العباسي، يعني لما كان الحاكم اقوى حاكم بالعالم وكان تريتهم شرسين وظالمين، والتاريخ بيقول انه بعضهم كان يدفنوا الناس بالاسمنت، يدفنون احياء بالاسمنت. فتصور وقتها ما كان في لا اعلام ولا انترنت، يعني بمعنى اخر بيقضوا على الشخص وعلى تراثه بدون ما يحس حدا فيه ولا حدا يدرى ولا بيصلنا خبره ولا بنعرف شيء عنه. يعني اذا ملخص انه ممكن يكون في كتير ناس حكوا الحقيقه وابيدوا فورا هن واثارهم، هذا كله اذا يعتبر جواب للسؤال من جانب. اما من جانب ثاني فكمان من معجزات القران انه هو غريب عن بيئته من ناحيه الفهم من ناحية إلى آخره، بمعنى أنه لما بتلاقي أنت كتابة نعمة بالتاء المبسوطة ولا مربوطة، لما بتشوف أنت أنه بيئته كلها، كل علماء الإسلام قبل ما أنا أحكي بالموضوع الحمد لله كانوا كلهم حتى الشحرور عاجزين عن معرفة السبب من عصر النبي لليوم، انه لك ليش هي تنكتب مبسوطه هي مضمومه هكذا. هذا العجز، هي الغربه اللي عاشوها واندهاشهم بالقران يدل على ان القران ليس ابن بيئته، يعني هو مو نتاج ذكاء محمد، معناتها كان رسالة بشرية مو رسالة سماوية، فهو مو نتاج ذكاء محمد، بالعكس محمد بن عبد الله نفسه ما بيعرف ليش انكتبت كالتاء ولا متاء، جبريل يقول له مثلا أو ميكائيل حسب، يعني يقول لهم قول للكتبة اللي حواليك اكتبوها بالتاء المبسوطة، يقول لهم اكتبوها كذا، بس هو ليش عارفان هو ليش؟ فهاد مين بيعرفه؟ اللي بيعرفه بده ينوجد بعصر فيه كمبيوتر، يعني الشحرور ما قدر يعرفها، أنا عرفتها مو شرط تكون أنا أذكى من الشحرور، بس ببحث فيه فبقدر أجمع الآيات بسرعة، بقدر أوصل لبحوث. هذا إعجاز القرآن، إنه كل ما تقدم العلم بينفهم أكثر، فطبيعي إنه يكونوا أقرب الناس لصدر الإسلام هن الناس اللي أكثر شيء جهل فيه، هذا الطبيعي. بيقول لك هلا بعد 14 قرن هذا مو فاهم شيء، اللي عم بيسأل السؤال إنسان مسكين سطحي ما بيعرف ألف باء التدبر. إذا معرفة التاء مبسوطة ولا غير مبسوطة، هاي الغربة هاي دليل شو؟ إعجاز القرآن وإنه هو مؤمن بيئته. كمان الغربة الثانية اللي هي إنه العرب أكثر الناس مخالفين للقرآن هن العرب، إذا غربته للقرآن عن بيئته من ناحية السلوك، من ناحية العملي، من ناحية التطبيق، من ناحية الالتزام. كمان اللي إحنا عنا مثلا بالشرق الإسلام يفترض، واللغة العربية اللي إحنا عنا يفترض أحسن من عنكم، من الجزائر ومغرب وتونس وكذا، هيك يفترض. طب تعال أنت للسلوك مين أرقى؟ أنتو، يعني إحنا عنا الواحد يعني بالعراق بالأردن فلسطين القتل عندهم يا إن واحد يقتل بنته يذبحها بيروح على محاكم عشائرية بينسجن أسبوع وبيطلع، يعني أنتوا ما وصلتوا لهالشيء، قديش عنكم كمان أخطاء أنتوا، بس ما عنكم هالمستوى القذارة هاي. إذا غربة القرآن عن الشرق يلي ولد فيه، دائما إذا يلي بده يعرف قيمة القرآن هو الأبعد عنه، أبعد عنه لغة وأبعد عنه موقعا وأبعد عنه وأبعد عنه، لذلك هو اللي حيعرف قيمته أكتر شيء هن الأوروبيين، لذلك إحنا عم نترجم لأوروبا والعالم.
فمقل العرب بس معظمهم. فهذا هو إعجاز القرآن، أنه ليس ابن بيئته، فلذلك هو الطبيعي أنه يعيش بهالجهل هذا، لأنه المسلمين حول العالم كمان راحوا اتبعوا العرب، بدل ما يقولوا طب تعال نفهموا لحنا، لا كمان اتبعوا العرب. أما تحاولوا تفهموا بنفسكم بيطلع معكم أحسن. فإذن اللعنة هي لعنة القرب، لأنه هو غريب عمن حوله، لأنه هو مو ابن بيئته، لأنه هو سماوي. وطبيعي كان يصير هالشي هاد، لكن الغلط هو انه طولت المدة. كيف يعني؟ بعصر النبي ما فيك تتدبر القرآن انت، شو القرآن خلاص حتى تتدبره؟ ما هو النبي عايش والقرآن عم ينزل، فهو ما خلص القرآن حتى انت تجمع اوله مع اخره تتدبره. فبالتالي كان الطبيعي مين يعوضك عن هالشي هاد؟ هو وجود النبي نفسه. النبي كان هو عبارة عن قرآن يمشي على وجه الارض، فاذا كان اعتمادهم هن على كلام النبي، هذا طبيعي هذا الشيء. لكن شو صار؟ ضلوا بنفس السياسة بعد وفاة النبي واكتمل القرآن وما بدهم يتدبروا، وضلوا على نفس السياسة انه اخي بدك تفهم القرآن بدك ترجع لكلام النبي. واجا بقى الخلفاء معظمهم يفترض لعبوا بالدين، وصاروا بقى يلعبوا بهالاحاديث هي، يلعبوا بالاقوال، يلعبوا بالاحاديث. واللي انتبه لخطر هالقصة هي هو عمر، انتبه لخطرها وحرق الاحاديث. ابو بكر حرق الاحاديث، عمر كان يضرب الصحابه اذا بيحكوا احاديث يضربهم، خاصه ابو هريره، لكن حتى الصحابه الكبار يضربهم او يحبسهم، يعني كان عنده نظره لقدام. حسب الروايات التاريخيه كان المفروض انه لما يتوفى النبي فورا يبداوا بقى رحله تانية من نوع تاني، اللي هي تدبر القران بانفسهم. ان لا تكاسلوا وضلوا معتمدين السياسه السابقه، وتم التلاعب بالسياسه السابقه كمان، فصارت بقى كارثه مركبه ويظهر اثرها ولعن كل ما تقدم الزمن. ليش؟ كمثال هي بقى نقطة تانية، كل ما تقدم الزمن هتظهر الحاجة انه بقى خلينا نتدبره بأنفسنا. ليش؟ لأنه لما كان القرآن عم يعطي تعظيم للمرأة، ما له علاقة بكل شيء حكوه من إكرام المرأة، يعني تراثيين تكريم حقيقي وعجيب من نوعه. فهذا الكلام لو تدبروه فعلا العصر يلي إجا بعد النبي فورا بعد وفاته، المرأة العربية نفسها كانت يمكن ما كانت فهمته ولا كانت صدقته، انه انا معقول اللي تعودت اني اورث وراثه مع التراث، يعني انه اذا توفى واحد بيورث المراه وكذا، فمعقول يكون انا عظيمه لهالدرجه وعليم؟ يعني هي نفسها ما كانت عندها حلم، فما كانت مؤهله للديمقراطيه. خلينا نقول كل ما تقدم الزمن كل ما بتظهر الحاجه بقى، لانه المراه عم تتطور، يعني صارت تحس انه مو معقوله التفسير التراثي هذا يكون صحيح. اذا مرور الزمن وهذا كله الله بيعرفه واذن فيه، يعني هو الله بيعرف انه هالقران بده ينزل وحيتم فهمه بالتدريج حسب قدرة الإنسان على الفهم وحسب ما يكون مؤهل ليفهمه حسب تطور الإنسان. فلما تطورت الدنيا بالفترة الأخيرة كتير صار في قفزات، فإجا واحد مثل محمد شحرور وحس في فجوة كبيرة بين الإسلام اللي هو بيحبه وبين الفكر الشيوعي وبين الفلسفة وبين 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 أوروبا، يعني حس في فجوة كبيرة، فقال تعال نشوف القرآن. يعني أنا حسب ما فهمت منه، والله أعلم إذا هيك كان مقصوده، إنه تعال نشوف القرآن إذا فعلا صحيح ولا لا. فاضطر يدرسه واضطر يعمل أبحاثه الطويلة عليه بوسائله البدائية، يعني كان موضوع متعب. الفرق هن اللي عم يستغربوا عم بيفكروا ان القرآن هو مثل وصايا موسى مثلا، يعني عم يشبهوه هن بالتوراة والإنجيل، انه التوراة واضح يا أخي مثلا، وصايا العشرة واضحة، يعني معقولة واحد ما يفهم القرآن غير بعد سنين طويلة؟ لأنه هن ما عم ياخدوا بعين الاعتبار الفارق الجوهري، يلي هو انه القرآن معجزته بذاته، يعني معجزته بصياغه نصه. أما التوراة والإنجيل ما له علاقة بالصياغة، الإعجاز كان مو فيها، الإعجاز كان بموسى وعصاه، بعيسى وروح القدس، يعني ما هون الإعجاز بالنص. لذلك لازم النص يكون مصاغ بطريقة، كيف أنت لما بتعمل ولا تشبيه لله المثل الأعلى بتعمل خريطة كنز، شلون بتعملها برموز وبدها تفكيك، ولما بتفككها وبتوصل للجواب بتحس إنه هي فعلا خريطة كنز حقيقية، لأنه بعد ما أنت حللت رموزها قدرت توصل لشيء. أما ما بصير تنكتب خريطة كنز هيك ببساطة. فالقرآن أحد وسائله بإثبات معجزته إنه صاغ صياغة غير مباشرة، ما فيك تفهمه فهم مباشر، بدك تتدبره، وتدبره ما كان أمر سهل، واللي تدبروا قتلوهم على ما يبدو. بعدين كمان كنقطة إضافية، أنت لما بتكون عندك جوهرة تروح فيها عن صائغ الذهب اللي بيتعامل بمجوهرات، ما في داعي يسألك منين جبتها وشو أصلها، بيطلع فيها هو الصائغ فبيشوفها بالمجهر تبعه، خلاص بيقلك إذا صحيحة بيقلك هي جوهرة. فكيفية التأكد من أنه القرآن هو من عند الله بتعرفه من معجزاته، وعلى رأسه المعجزات اللي أثبتناها، لأنه معجزة
معجزة صياغة ومعجزة على مستوى الحرف، دقة ما صارت من قبل. فهذا خلص أنا معناتها بين إيدي جوهرة، معناتها أكيد أن القرآن عند الله. ولما أنا بعطيك تفسير هو مبني أساسه على دقة القرآن في صياغته، يعني إحنا لأنه مفسر بنقول ما دام اختلفت الكلمة هي عن كلمة تانية بالقرآن مهما كان اختلاف قليل، بما أنه ما في ترادف في القرآن فأكيد في معنى تاني إلها، وبنبحث عنه بيطلع معنا فعلا وبدقة شديدة ومبهرة. ما دام كمان التفسير مبني على فرضية أن القرآن دقيق جدا، فأكيد هذا التفسير هو أصح بكتير من التفسير مبني على مباني القدماء يلي كانوا يقولوا أنه في ترادف في القرآن وفي حروف ما لها قيمة، يعني بيقولك هذا حرف زائد باء زائدة أو كذا، يعني هذا كفر. هذا يعني أنت بيكون كلامك دقيق، هذا أنت بين إيديك جوهرة وشفت أنت كعالم بمجوهرات المجهر، خلاص هذا ما في داعي تسأل بقى هل معقولة كانوا كل هالوقت ما بيعرفوا قيمة الجوهرة؟ هل كانوا شو بدنا هالكلام الفارغ هذا؟ بدنا الجوهرة عم اليوم نشوفها بعيوننا بالمجهر، هذا أقوى شيء، أقوى ثبوت وأقوى يقين. يا ريت إنه عم بيلجأوا للغة العربية كمان، يعني اللغة العربية لسه نصف مصيبة يعني، لكن مثل ما بتعرف أنت بيلجأوا لأقوال وروايات ويرجحوها على القرآن ويفسروا اليقيني بالظني، شيء مرعب. حتى جعلوا الرواية الحديثية ناسخة للقرآن، يعني كفر كفر بواح. جزاك ربنا كل الخير. سؤالي الثاني هو: بما أني خطيب جمعة فأحتار عن أي موضوع أخطب في الناس، فلو أني أخبرتهم بقناعاتي الحقيقية لثار الهمج الرعاع منهم علي، ولو أني أخبرتهم بفتاوى كتب التراث أكون قد خنت الأمانة، فبماذا تنصحني؟ بالنسبة أنه هو كلفك بالجمعة فبالعكس فرصة حلوة أنا بلاقيها، وأهم شيء أنت يعني مشان تفيد الأمة فعلها وبنفس الوقت ما تحكي شيء يخالف قناعاتك، أنت لا تتطرق للفقه وإنما ركز لهم على أنه كيف يفكر الواحد، ركز لهم على الأمراض الاجتماعية يلي هي أساس كل بلوى، اللي هي عم تخليهم حتى ما يفهموا علينا. يعني أنت ركز لهم على الصدق مع النفس، انه نحن مثلا منظن انفسنا صادقين ومعظمنا ربنا غضبان عليه، ليش؟ مع انه معظمنا متدين. طب ليش؟ لانه نحن مثلا بمساله المهور يمكن مثلا نغلي المهر، نخالف رغبه البنت، الاب يجبر بنته على مهر معين، هي جريمه. هي يا اخي وين تقوى الله؟ يعني ليش عم بفضل راي المجتمع على كلام الله؟ وقس على ذلك بقى. فانت لما بتذكرهم بانه الاخلاص من الاعماق هو فقط يلي فعلا بيعجب لهم رضا الله في الدنيا والاخره، وعدا ذلك غير مقبول، فانت مسكته مفتاح كل خير. يعني بعدين بقى هن لما يجاهدوا نفسهم فعلا ويكونوا اتقياء فعلا، ساعتها الله بيفتح عليهم ممكن وينشرح قلبهم لكلامنا، يكون مستحقين لانه ينشرح قلبهم. جزاك ربنا عن دينه وعنا كل الخير، والحمد لله رب العالمين.